قال السفير الإماراتي السابق لدى الصين عمر البيطار إن قمة مجموعة العشرين فرصة جيدة لمساعدة الدول الأعضاء على بناء التفاهم وتعزيز الثقة المتبادلة وتبادل الفهم حول المشاكل والصعوبات التي تواجهها في التنمية. ويعتقد البيطار أن الصين بذلت جهودا هائلة لتعزيز التنمية المستدامة، ويأمل أن تتمكن الصين من عقد هذه القمة كفرصة لمواصلة لعب دور أكبر في تعزيز السلام والتنمية في العالم. أنا لم أرى في جميع خطابات الرئيس إلا لغة السلام ولغة الإرادة الحقيقية في بناء التعاون مع الدول، ولذلك شخص مثل الرئيس الصيني لابد أن ينجح في النهاية بتحقيق ما يصبو إليه. يعتقد البيطار أنه في ظل تراجع الاقتصاد العالمي طرحت الصين مبادرة الحزام والطريق ومفهوم بناء مجتمع ذي المصير المشترك للبشرية، ومن خلال المشاركة في آليات التعاون الدولية مثل منظمة آسيا والباسيفيك ومجموعة العشرين تعمل الصين على بناء نظام متعدد الأطراف، ومن خلال إعداد معرض الصين الدولي للاستيراد لتعزيز بناء اقتصاد مفتوح وتقديم نموذج للتنمية السلمية في جميع أنحاء العالم من خلال المشاركة الفعالة في الحوكمة العالمية. بشكل عام كافة الأنشطة التي قام بها الرئيس تعتبر هامة جدا، بوآو فورم، منظمة اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، منظمة أبيك، بالإضافة إلى منتدى التعاون الصيني الإفريقي، ومعرض شنغهاي للاستيراد، المعرض الدولي لشنغهاي. كلها تثبت وتؤكد على انفتاح الصين الحقيقي تجاه الدول